السلام عليكم. الهضره غادي تكون على هاد جوج ولاد القحاب، جوج بهم ولاد القحاب، وهداك اللي في التصويره الثالث. كاين انقلاب عسكري اليوم انقلاب عسكري، اطلاق النار في القصر الملكي. حادث الانقلاب العسكري فشل، اطلاق النار العسكر. هناك صراع بين المخابرات داخل القصر الملكي بين الحموشي والجنرال بوشعيب والجنرال دكو بالكبير الفاروق. صراع بين الجيش والمخابرات، صراع على الحكم. الجنرال حطوا الملك، وعبد اللطيف الحموشي حطوا الملك، بجوج بهم عملاء لجهة واحدة، بجوج بهم عملاء للكيان الصهيوني. انا بلا ما تقولوا لي يقول كيان الصوص، والان كيان الصهيوني مشي للطبيب بن راه هو جالس في كرسي ديال البلاد. هاد ولد القحبه راه جالس في الكرسي ديال البلاد، يعني كمو انا ما على باليش حتى بواحد. يا المغاربه مالكم دابا؟ مالكم؟ واش بغيتوا بغيتوا تبقاو ساكتين، تبقاو راعسين واكلين وشاربين بالخبز ولا تاي؟ وراه جوج ديال المحاولات ديال الانقلاب العسكري اللي وقعوا في هذا الشهر، وحده اليوم والثانيه مول البارح، وشدوا السلاح في مراكش. مالكم؟ واش ما 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 كتبعوش الاخبار؟ ما عندكمش ما كتشوفوا شنو واقع في الكواليس ديال القصر؟ راه كاين محاوله انقلاب عسكري في المغرب. واش بغيتوا تنوضوا تحرروا البلاد، ولا بغيتوا تبقوا عبيد، بغيتوا تبقوا مدلولين؟ هذا راه كنوجهها للشعب المغربي مباشره. البلاد راهي تبعت للصهاينه، راه الكرسي ديال العرش العسكري جالس عليه الرئيس ديال الجيش الاسرائيلي ديال الكيان الصهيوني اللي كيقتل في الفلسطينيين. دابا واش تنوضوا ديروا لي تفليد، تتحدوا معانا باش نرجعوا البلاد، ولا راه غتبقاو هكاك عابد؟ راه هادو راه جايين باش ينوضوا الحرب، هادو راه ما جايينش باغيين الخير للشعب، هادو راه جايين باش يستهدفوا الجزائر، وجايين كيحضروا روحهم باش يحاربوا ايران. روسيا تدخل في اوكرانيا، كوريا الشمالية تدخل على كوريا الجنوبية، الصين تدخل على تايوان، هادو راهم يحضروا روحهم على الجزائر. راه باين واضح كاع هاد المخططات اللي كدور في المغرب هي السيطرة على المغرب واسقاط الجزائر. هذا هو المشروع الصهيوني اللي كيلعب، السيناريو اللي كيلعب في شمال افريقيا. المغاربة واش بغيتوا تكونوا مسلمين ولا بغيتوا تكونوا يهود؟ حنا ريافة راه حدينا الطريق ديالنا، حنا راه ماشي يهود وما نقبلوش اليهود. ديوها ولا خليوها، انا ما على باليش، انا اللي كنهضر من الاراضي ديالهم من وسط هولندا، واخا يجيو يديوني دابا نموت دابا، نعرف فاش نموت، وما تنازلش على هاد الهضره. نوضوا.